وإلى الاجتماع الذي جمع وزير المالية والميزانية بالإنابة الأمين العام للحكومة عبد الله صابر فضل مع مندوبي وزارة المالية بالأقاليم المختلفة للبلاد، يهدف الاجتماع إلى التباحث حول كيفية تسيير المال العام للدولة. حسين النور. ضمن سلسلة اللقاءات التي يقوم بها وزير المالية بالإنابة الأمين العام للحكومة المكلف بالإصلاح الدكتور عبد الله صابر فضل، اجتمع مع مندوبي وزارة المالية والميزانية بجميع أقاليم البلاد بغرض التباحث حول كيفية ضبط تسيير المال العام للدولة. وزير المالية بالإنابة قال إن بسبب الوضع الصعب الذي تمر به الخزينة العامة يتطلب من الجميع العمل بجدية للخروج من هذه التحديات التي لم يسبق لها مثيل. كما أكد الوزير عبد الله صابر فضل بأن المندوبين هم المسؤولين الذين تقع على عاتقهم مراقبة وتسيير المال العام بالأقاليم، ولكن حسب التقارير أن المراقبة التي قامت بها الوزارة هناك أشخاص يعملون بإيصال إيرادات المالية المزورة من أجل مصالحهم الخاصة ولم يهتموا بالمسؤولية التي كلفوا بها. لذا تأحد وزير المالية بالإنابة الدكتور عبد الله صابر فضل بأنهم يضعون النقاط على الحروف ويحاربون كل من سولت له نفسه اختلاس المال العام والعمل من أجل مصلحته الخاصة، موضحا بأن مراقبة المال العام لم تختصر في العاصمة فحسب، بل أنهم وضعوا نصوص عريضة من ضمنها مراقبة مندوبي وزارة المالية 4 مرات في السنة، وكذا ضرورة التنسيق والعمل المباشر مع المسؤولين بالخزينة العامة للدولة، موضحا بأن كل هذا وذاك ينصب في تسيير ومراقبة العائدات المالية التي يجب أن تصل إلى الخزينة العامة للدولة، ومكافحة كافة أنواع الفساد الإداري الذي يخل بالعمل وخاصة في المالية العامة. عقد يوم أمس بمقر اليونيسيف وفد الأمم المتحدة الزائر للبلاد مؤتمرا صحفيا، وذلك بعد الانتهاء من نشاطاته التي استمرت لمدة 10 يوما. آدم محمد، شرف الدين. يأتي هذا المؤتمر النقاشي الذي نظمه وفد الأمم المتحدة الزائر إلى البلاد، وذلك بعد انتهاء نشاطاته التي دامت ل10 أيام في مختلف أقاليم البلاد. وأوضحت ممثلة الوفد مسكريم تشانا عن الأنشطة والبرامج التي تم إجراؤها مع مختلف الوزارات إلى جانب بعض التوعية والخطط لسكان أقاليم جنوبي البلاد، وذلك بشأن ترقية حقوق المرأة وتحسين ظروف حياتها المعيشية. كما أكدت جهود الحكومة التشادية التي تبذلها لمكافأة تحميش المرأة من الحصول على حقوقها القانونية إضافة إلى العنف الممارس ضد المرأة. هذا وقد تداخل ممثلي الصحافة العامة والخاصة باستفسارات وأسئلة تضمنت عن كيفية الأنشطة والتوعية التي قام بها الوفد خلال إقامته بتشاد، حيث لاقت إجابات متنوعة من قبل رئيسة وفد الأمم المتحدة ألدا فاسيو. قدم صباح اليوم رئيس الجمعية التشادية من أجل محاربة الهجرة الغير شرعية وعودة المهاجرين حديثا صحفيا تطرق فيه إلى ظاهرة الهجرة الشباب الغير شرعية. جزء من حديثه. الهدف حقنا دونك نسانسيبيليزي معناتها نحج مع الجنس مع ما ياتو الشباب لي نديكوراجيهم لي نكسلهمش ما يمرقوا من البلد، عشان البلد بيدور بدور ياتو بدور الشباب للشباب بوجودو عشان نخدموا جميعا عشان نبنوا بلدنا هنا. بيت حقنا لي نحج مع اخواننا التشاجين القاعدين في الخارج لي نعزمهم بيقبلوا في البلد بيساعدونا بيساعدوا البلد بيساعدوا الحكومة عشان نبنوا البلد. في ليبيا في مشاكل عن الإيميغراسيون هناك، دونك دور نحجوا عشان نقولوا كي الشغل اللي بيكون هناك ده ما كويس، وأنينا كلنا كي ما داكور، وأنينا كلنا كي ندوروا نحجوا ونحجوا للحكومة حقنا عشان للناسنا التشاجين اللي هنا قاعدين تعبانين كل خلي بيساعدوا برجوم ياتوا في البلد. ترأس الأمين العام لإقليم بحر الغزال حفل توزيع القروض الصغيرة لبعض من الشرائح الضعيفة بالمجتمع بإحدى القرى الواقعة بحوالي 18 كيلومترات من مدينة مصورو، بحضور الأمين العام لوزارة التخطيط والاقتصاد محمد نور جوكيني. بحر الدين عبد الشافي. إن هذا المشروع الاجتماعي الذي قامت به خلية شبكة الأمان الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع البنك الدولي وكذا بنك تحويل الأموال النقدية
لدعم الشرائح الضعيفة من سكان الأقاليم الثلاثة لغون الغربي وإقليم بحر الغزال ودوائر العاصمة أنجمينا. هذا وكان عدد المستفيدين من هذه الأقاليم الثلاثة تصل إلى 4650 أسرة، لكل أسرة 3000 ريال شهري من الفرنكات الإفريقية، ويتم صرفها بعد 3 أشهر لكل أسرة 9000 ريال. وقد تناول المختصون بهذا المشروع كل من منسق خلية شبكة الأمانة الاجتماعي فليكسي والأمين العام بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد نور بوكني نور، وكذا الأمين العام بإقليم بحر الغزال جان كلود دوكونال، كلهم أشاروا إلى ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية نظرا لظروف الحياة المعيشية والمدنية التي يعاني منها سكان الأقاليم الثلاثة، وذلك بسبب قلة حصول أمطار هذا العام التي أدت إلى عدم إنتاج المحاصيل الزراعية في المنطقة. لذا جاء الأمر الذي وضع الإقليم في مأساة من أنشاء الأمراض وسوء التغذية لكثير من الأطفال، وأن هذا المشروع الذي وضع لمدة 4 أعوام يسمح للخروج 15000 ربة أسرة من الشرائح الضعيفة، منهم 1550 من سكان إقليم بحر الغزال. افتتح صباح اليوم المركز الصحي الذي يحمل اسم فاطمة عبد الله مبروك بالدائرة الأولى. ترأس الافتتاح المندوب الإقليمي للصحة إلى جانب وزير الثروة الحيوانية وعمدة الدائرة الأولى عائشة أحمد. مبادرات فاعلة وخطوات إنسانية شأنها هو تحسين الوضع الصحي بالبلاد، في حين جاءت مناسبة تدشين هذا المركز الصحي الذي تم بناؤه من قبل الإغاثة الإسلامية للتنمية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي لصالح سكان الدائرة الأولى. المناسبة تخللتها العديد من المداخلات، أولاها الكلمة التي قدمها العميد العام للإغاثة الإسلامية للتنمية صالح الزبير، الذي حث سكان الدائرة الأولى بضرورة متابعة العلاج بهذا المركز الصحي من أجل الحفاظ على سلامتهم. عمدة بلدية الدائرة الأولى محمد إبراهيم صيام من ناحيته شكر أعضاء الإغاثة الإسلامية على هذه المبادرة. لي شرف اليوم نجي نحضر في افتتاحنا سانتر سانتي، ويقول لي هاي من حيات الاندا ناس كثير عشان ده اختاروا وما اختاروا كده، بس اختار بأشياء كثير وإندا معنى عشان جابوه في جوجلية. بدوره المندوب الصحي لإقليم أنجمينا فوكسيا إليد ممثلا لوزيرة الصحة العامة أشاد بهذا العمل، مضيفا بأن الحكومة التشادية عبر وزارة الصحة العامة ستعمل كل ما بوسعها لتوفير المعدات والأدوية وتزويد المركز بالكادر البشري من الأطباء والممرضين. ومن ثم زار المندوب الإقليمي والوفد المرافق له الفروع التابعة للمركز.